طالب أكثر من 400 من طلاب كليات الطب في دول الخليج العربية طالبوا بالاستثمار في الكوادر البشرية من الأطباء والجراحين عبر توسيع باب الابتعاث في تخصص الجراحة التجميلية في المستشفيات والمراكز العلمية المتقدمة عالميا لتحقيق نقلة نوعية في الجراحة التجميلية في المنطقة تكفل أن تتحول منطقة الخليج لمركز رئيسي للجراحات التجميلية في العالم. وأكد الطلاب في مؤتمرهم العلمي الخامس لطلبة الطب بجامعة الخليج العربي الذي عقد مؤخرا أن دول الخليج تمتلك كافة الإمكانات البشرية والمادية التي تؤهلها لأن تتبوأ هذه المكانة العالمية. معي عبر الهاتف نائب رئيس المؤتمر السيد سلمان العلي. أهلا ومرحبا بك سيد العلي. بداية، 400 طالب يركزون على الجراحة التجميلية من طلبة الطب، لماذا هذا المؤتمر برأيك؟ وعليكم السلام، أول شيء أرحب فيكم وأشكركم على الاتصال وتخصيص الوقت من هاي البرنامج، والشكر أيضا موصول لإذاعة تلفزيون البحرين ولفريق العمل. أهلا بك. اسمح لي أول شيء أستغل هذه الفرصة وأشكر رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد عبد الرحمن العوهلي على تحته لنا الفرصة لإقامة هذا المؤتمر، وأشكر عمارة شؤون الطلبة المتمثلة بالدكتور عبد الرحمن يوسف والأستاذ أحمد السائي على مجهوداتهم في متابعة العمل والحرص على خروجه بأبهى صورة. شكرا لهم جميعا سيد العلي، لكن لماذا هذا الاختيار بالذات الجراحة التجميلية، ولماذا يتجه 400 طالب من طلبة الطب في دول الخليج لاقتراح أن يتم تبني مهاراتهم بإرسالهم إلى مراكز متخصصة خارج الخليج للعودة بإمكانيات متفوقة في مجال الجراحة التجميلية؟ لماذا اخترتم هذا العنوان ولماذا الطلبة يريدونه بالذات؟ أول شيء، تاريخ المؤتمر الطلابي جامعة الخليج يعود إلى 5 سنوات سابقة، وتكون نظرتنا دائما في اختيار المواضيع على الابتكار والتطور. من هذا المنظور تم اختيار الجراحة التجميلية. الجراحة التجميلية هو الموضوع مو بس علمي، لأن يكون اهتمام الطلبة، اهتمام يكون في علمي، وهو أيضا ملتقى طلابي خليجي لطلبة الطب. الموضوع العلمي الجراحة التجميلية هو أحد أهم التخصصات الموجودة حاليا في الساحة التي تواجه الابتكار والتطوير. الجراحة التجميلية هي الجراحة إحدى التخصصات الجراحية الموجودة القليلة التي تهتم بالجسد كامل من الرأس إلى القدم. طبعا هنالك عدة تخصصات في الجراحة التجميلية. الجانب العلاجي أم الجانب التجميلي المقصود؟ هناك عدة تخصصات في الجراحة التجميلية. في طبعا الجانب التجميلي وهو المشهور لدى الجميع، وفي هنالك الجانب العلاجي وهو الذي تقريبا مو معروف لدى الجميع. طيب، الجانب العلاجي طبعا يعالج التشوهات الخلقية، طبعا سواء كانت مع الوقت بسبب الحوادث او الحروق، او اذا كانت من الولادة، تشوهات خلقية من الولادة. هنالك ايضا تخصصات مثل جراحة الفك وجراحة اليدين تعالج فيها. طيب، لماذا برأيك يعني توجه هؤلاء الطلبة من خلال هذا الملتقى، لاعتبار أن دول الخليج لديها المقومات التي تمكنها من النجاح على مستوى العالم في هذا المجال؟ ما الذي نملكه في الخليج لننجح في مجال الجراحة التجميلية؟ طبعا ما يخفى على أحد أن أحد أهم المقومات لدول الخليج هو الفرد، فهو الفرد في التطور عندنا. من هاي أحد أهم المقومات عندنا الأطباء. الأطباء الموجودين في الخليج أطباء متمكنين ومبدعين في مجال الجراحة التجميلية، بالعكس لهم باع طويل ولهم مجال من الابتكار، ناهيك عن مراكز التجميل التي توفرها الحكومات الخليجية في دول الخليج كافة. والدليل على ذلك وجود مستقبل لهذه الجراحة التجميلية هو أن التطور الذي شهدته دول الخليج في الفترة البسيطة السابقة. نعم، بالإضافة ربما إلى المردود المتوقع والمطلوب من مثل هذه التخصصات. كل الشكر لك سيد سلمان العلي، نائب رئيس المؤتمر العلمي الخامس لطلبة الطب بجامعة الخليج العربي على هذه المداخلة.